أنا أمل أن يكون العقل والمعقولية هي التي تحكم جميع الأطراف ذات الصلة باليمن. لا مبادرة جديدة ورا زيارة المبعوث الأممي لليمن إلى مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، ولكنه التنسيق من أجل الوضع الإنساني في اليمن، خلاصة كشف عنها أمين عام المنظمة إياد مدني في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي عقب لقاء جمعهما في مقر المنظمة. تبرير كهذا لا يكفي لتجاوز سؤال لا يزال ملحا بشأن ما إذا كان لدعوة المنظمة الإسلامية علاقة ببلورة مبادرة تدفع باتجاه تسارع خطى الحل السياسي على قاعدة عريضة من الإجماع الإسلامي. زيارة المبعوث الأممي لمنظمة التعاون الإسلامي تأتي في ظل أعنف انتقاد يتعرض له المبعوث الأممي من قيادي بارز في الحكومة ومن الأوساط السياسية القريبة منها، فقد وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضو الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت عبد العزيز جباري المبعوث الأممي بعدم الإنصاف على خلفية تهرب ولد الشيخ من تسمية الإنقلابيين طرفا معرقلا. جباري اعتبر أن الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي ولم يوقع عليها الإنقلابيون كأن لم تكن، انتقاد يعززه الإحباط من دور ولد الشيخ الذي يبدو أنه مصمم على إبقاء الأزمة المشتعلة في اليمن في الدائرة المفرغة ذاتها من المشاورات، حقيقة لا يمكن تغطيتها بتفاؤل المبعوث الأممي بأن طرفي هذه المشاورات باتا يقفان على أرضية صلبة، وبأن تفاؤله لا يصدر من فراغ لأن فريق الإنقلابيين أبلغه لحظة رفضه التعاطي مع اتفاق الكويت استعداده للنقاش في مسائل الانسحاب وتسليم السلاح. ردد المبعوث الأممي المفردات ذاتها التي ضمنها بيانه الصحفي عشية تعليق مشاورة الكويت أوائل شهر يوليو المنصرم لمدة 15 يوما، على نحو دفع ببعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن المبعوث الأممي يعاني من حالة جمود مزمنة لا تحول فقط دون قدرته على اجتراح الحلول، بل أيضا دون توليد مفردات جديدة في سياق الخطاب السياسي والإعلامي لمسار الحل المفروض من جانب الأمم المتحدة.